السلام عليكم ورحمة الله. هذاك رشيد الشوكت كان صحابو راجل، ولكن ماشي راجل، غير عواني. أنا ديما كنت كنشكرو للرجال، كنقول لهم هذاك السيد راه كاين، ولكن ما كاين والو. علاش؟ مني عيط عليا وسال الحلقة، لاح لي 50 فرانك. 50 فرانك أنا خسرت عامركم، أنا في طنجة، مشي وجي وطاكسيات خسرت أنا في المركوب. يصور على داري 100 مليون ولا 70 مليون ولا 40 مليون وعاطيني انا 50 فرانك، ماشي ترجليت هذيك. وهذا كون بان قصه الناس عاد والديه، كان تالف على والديه، ومني عرفوا والديه علاش جابوا تما، ما كانش يجيبوا، جابوا تا هو تما باش يستغلوا. يصور عليه تا هو 40 مليون ولا 70 مليون ولا 80 مليون يصور على ظهره. ولكن هذاك الدري كون جي، كنطلب انا من المسؤولين ومن المحسنين يتعاونوا مع داك السيد، هذاك السيد مسكين درويش، يتعاونوا مع الناس. ورشيد شو ما كانش يجيبو يتستغلو، وانا ما كانش يجيبني في هذيك الحلقه، كان يجيبني مع الابطال الواعرين، كان يجيبني مع بدر هاري، ويجيبني بحال القروج وبحال عويطه وبحال نوال، يجيبني انا مع الابطال، ما يجيبنيش انا مع دوك الشماكريه. واش هذاك ايكو انا في المستهم ديالو؟ ولكن اللي كنطالب انا، كنطالب انا هاد البرا، هاد البرا راني موجهها لمحمد السادس. ها هي فينا هادي برا موجهه لمحمد السادس. كنطالب من محمد السادس يشوف من حالي، الله يرحم ليه الوالدين. بغيتي ساكن وشويه الفلوس باش نتزوج وندير والديه، ديوني البون بيا ولا العسكر. الله الوطن الملك.